تحت أنظار الجيش الأردني وعلى بعد أمتار قليلة من نقاط تمركزه، يواصل الجيش السوري الانتشار على طول المناطق الحدودية بين البلدين. تعزيزات جديدة بالجنود والأليات تصل تباعا منذ يومين. لم يكشف نص الاتفاق الذي أتاح هذا التحول الكبير أو بنوده رسميا، لكن تطبيقه على الأرض متواصل بلا كلل في المحافظة التي لطالما وصفت من قبل المعارضة بأنها مهد الثورة ضد حكم البعث. إذن هذه هي نقطة الحدود السورية الأردنية هنا من الجانب الأردني. لا يزال معبر مغلق بهذه السواتر منذ سيطرة المعارضة على الجانب الآخر منه قبل 3 أعوام. ما استجد اليوم هو وصول الجيش السوري ضمن الاتفاقية التي جرت مع المعارضة برعاية روسية إلى الجانب الآخر من المعبر، وهو الذي يسمى بمعبر نصيب. كما نستطيع أن نشاهد ثمة حركة على الجانب الآخر. الإدارة المدنية للمعبر وصلت بالإضافة إلى قوات من الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية. بالإمكان الاطلاع على هذه التحركات بشكل أكبر على هذا الجانب. هنا نقطة عسكرية أو نقطة حدودية، من الواضح الأليات العسكرية التابعة للجيش السوري بالإضافة للشرطة العسكرية الروسية. ليس صحيحا ما قيل بالأمس عبر بعض وسائل الإعلام من أن الشرطة العسكرية الروسية هي من انتشرت فقط، وإنما أيضا الجيش السوري، وهذا الدليل أمامكم واضح على أن الجيش السوري بدأ بإقامة النقاط الحدودية على طول المنطقة الحدودية من هذه المنطقة وباتجاه مناطق سيطرته في الشرق. لا تزال هذه اللافتة التي تختصر الكثير معلقة فوق الدمار المحيط بمنطقة المعبر. 7.5 أعوام مرت على الشرارة التي انطلقت من درعا لتوقد الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد. رموز تلك اللحظات لا تزال شاهدة على ما جرى هنا، من بينها جامع العمري الذي اعتصم فيه المتظاهرون ذات يوم في مارس آذار عام 2011 قبل أن تقتحمه قوات الأمن السورية. هذا هو حاله اليوم، كما حال الكثير من أنحاء المحافظة برمتها. بهذه الشعارات انتفض أهل حوران عام 2011. بدأت بالحناجر المنادية بالإصلاح وكف يد الأمن الذي اعتقل أطفال درعا، ووجهت بالرصاص الحي. سلمية، انتفاضة سلمية تحولت سريعا للعمل المسلح ودخلت مجاهيل التطرف والتدخل الدولي. وها هو النظام يعود اليوم إلى درعا ليستكمل استعادة السيطرة عليها، كما على الكثير من معاقل المعارضة في طول البلاد وعرضها. فينا نشوف هذا العلم السوري بهذا، نعم، رفع من أمس. نعم، أي إحنا آخر نقطة هو الآن هذا معبر نصيب. نعم، ممكن يعني يقول قائد الجبهة الشمالية في الجيش الأردني العميد ركن خالد المساعيد، إنها مسألة وقت قبل أن يفرض الجيش السوري سيطرته على كامل المنطقة الجنوبية الغربية بموجب الاتفاق الذي تم مع المعارضة. هل نتوقع أن نشهد عودة فتح المعبر قريبا، وهل تم أي اتصالات بينكم بين الجانب السوري بهذا الخصوص؟ سيدي، احنا يعني طالما انه الان المعبر رايح يدار من قبل يعني الدولة السورية، اكيد راح يكون هناك في ترتيبات سياسية وامنية لفتح المعبر، وهذا يحتاج الى تنسيق بين الحكومات على المستوى السياسي والاجهزة الامنية. فمتوقع طالما انه الان تواجد الجيش السوري وفرض سيطرته على هذه المنطقة، أن يتم يعني فتح المعبر في الأيام القادمة، ولكن لا نحدد متى. الأردن لم يخفي يوما بأنه الاتصال بين الجيش السوري أو المؤسسة العسكرية السورية والجيش الأردني لم ينقطع على مستوى ضباط الارتباط في هذه المناطق الحدودية. هل استجد شيء على الخصوص منذ وصول الجيش السوري بالأمس أو حتى في الأيام القليلة الماضية التي شهدت المفاوضات؟ هل استجد أي نوع من الاتصالات على مستوى القيادة العسكرية بين البلدين؟ لغاية اللحظة هاي احنا على المستوى الحدودي لم يتم إجراء أي اجتماعات أمنية بين وبين الجيش السوري، ولكن ممكن يعني في الأيام القادمة عندما تترتب الأمور ويتم يعني الوصول إلى توافقات سياسية أمنية ممكن أن تتم هذه اللقاءات لاحقا. يعني هذا الساتر قبل يوم، نعم، وممكن ممكن إن شاء الله إن شاء الله وترجع الأمور تتوقف إن شاء الله. يقول العميد الركن إن الجزء الآخر من معركة الجيش السوري ضد معارضيه بمن فيهم بعض الفصائل المبايعة لتنظيم الدولة الإسلامية في وادي اليرموك وريف القنيطرة لم تبدأ بعد،
لكنه لا يتوقع أن تكون صعبة بعد محاصرة المنطقة بالكامل. منذ إعلان التوصل للاتفاق الذي تقول بعض فصائل المعارضة إنها غير معنية به، عاد الآلاف من النازحين إلى قراهم وبلداتهم، لكن الأوضاع الإنسانية لا تزال غاية في السوء على ما بدا في هذا المركز الطبي الذي أقامته السلطات الأردنية لاستقبال الحالات الحرجة فقط. يبدو الأمر واضحا بأن هنالك قلة في أعداد النازحين الموجودين الآن على الحدود، وذلك حسب ما نراه من تعداد للمرضى، بما أن عدد المرضى بدأ الآن بالتناقص الواضح، وطبيعة الحالات أيضا تظهر للجميع بأنها حالات بسيطة لا تحتوي إلى علاجات متقدمة، مما يدل على أن هنالك انخفاض ملموس في أعداد الناس المتواجدين على منطقة النزوح. تمسك الأردن بموقفه الرافض لفتح الحدود أمام النازحين لا يعود لأسباب اقتصادية فقط على ما علمت بي بي سي من مصدر أردني مسؤول، وإنما خوفا من عدم إمكانية عودتهم لاحقا، ما يخشى أن يتسبب بتغيير ديموغرافي لطبيعة المنطقة الحدودية ذات الغالبية السنية، خاصة وأن عمان تعتقد أن انتصار الأسد في هذه المعركة لم يتم بدون مساعدة كبيرة من فصائل شيعية. فراس كيلاني، بي بي سي، من منطقة الحدود السورية الأردنية.